قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن بلاده ستواصل القتال حتى تطرد القوات الروسية من جميع أراضيها. المسؤول العسكري الأوكراني قال لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الجيش سيحول تركيزه في الأشهر المقبلة إلى طرد روسيا من المناطق التي احتلتها في جنوب البلاد وفي دونباس، داعيا لتسليم بلاده المزيد من شحنات الأسلحة لتعزيز الجبهات وتنفيذ الهجوم المضاد، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تسليم أنظمة صواريخ متوسطة وبعيدة المدى إضافة إلى المدفعية والطائرات الهجومية. في المقابل، كثفت القوات الروسية من هجومها في منطقة دونباس، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية اقتراب السيطرة على لوغانسك. وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأن المؤشرات الميدانية تشير إلى تصاعد حدة الهجوم الروسي على طول خط المواجهة إلى الشمال. وقال حاكم منطقة خاركوف إن المناطق المحيطة بالمدينة استهدفت من إيران مدفعية مكثفة في الساعات الماضية، ما أسفر عن ضحية وإصابة 20 آخرين. في الأثناء، أظهرت لقطات أثار استهداف غارة جوية روسية لمبنى في جامعة جورليكيفا للغات الأجنبية في منطقة دونيسك جنوب شرقي أوكرانيا. Боже мой!